كنلقاو الناس كيعرفوا هاد يحترموا هاد الممرات وكيحترموا هاد الاشارات وكيحترموا هاد الشيء ما كنلقاوش. شنو كنلقاو في المقابل ديالها؟ الناس ما كتحترمش كما قلتو، لانه راه كاين القتلى وكاين الجرحى وكاين اللي مهم. هادشي بالنسبه لكم نتوما الان، ما تحاولوش ترميو راسكم للخطر، لان راه كنلاحظوا وليدات بحالكم كيتعلقوا في الطوموبيلات. كنشوفوهم ولا ما كنشوفوهمش؟ هذا عرفتي شنو داك؟ هذا ماشي غير ما احترمش قانون السير وما دارش، بل هذا دابا راه كيمشي عليه الدو جديد، كياكل بوحدو، كيشرب بوحدو، تينعس بوحدو، ها كيلبس حوايجو بوحدو، كيمشي للمرحاض بوحدو. ولكن هذاك اللي كيتعلق علاش كيقلب؟ تيقلب باش اما غيموت، اما غادي يفقد يدو ورجليه، اما غيتشلل، اما واما. وهنا فين كاينه المشكله. اذا خصنا ننتبهوا هاد الحوايج تاع وليداتي. هادشي اللي شفناه مزيان الحمد لله، ولكن راه بغينا نتجاوزوا هادشي، بغينا نشوفوه. شوفوه، خصنا نشوفوه، راه مع الاسف ما كنشوفوش. وماشي غير في قانون السير، بل في حويجات اخرين اللي مع الاسف كنا كنعرفوا. مثلا مثلا الكلام الخايب، واش نقولوه زين ولا خايب؟ خايب. الكلام النبي، كتعرفوا الكلام النبي والكلام الفاحش، واش نقولوه ولا ما تنقولوش؟ انا عطيتكم غير مثال بسيط، شنو علموكم تقولوا؟ تقولوه ولا ما تقولوش؟ خرجوا عليك من نظره خايبه. ما سمعتش، ما سمعتش. لا فاجئتيهم لحقاش ما جي ما كاين بنتي. ما سمعتش، ما سمعتش. لا فاجئتيهم، ما عندناش هذا الشيء. لا ولكن علاش غير هو اللي كنلقاوه؟ علاش غير هو اللي كتقولوه نتوما؟ وكتنساو بان انا راه غادي مع ولدي ولا غادي مع بنتي ولا غادي. اش غادي نحس ديك الساعه ملي غنسمعك انت كتقول ذاك الكلام؟ راه هادشي اللي خاصنا وليداتي، راه خاصنا هادشي اللي تعلمناه، راه خاصنا نعملوا به، راه خاصنا العمل. ما الا غير حفظناه هكا ودرنا هكا، راه ماشي ماشي فايده من دابا باش نديرو عرض ونعملو. لا، راه خاصنا دخل لينا هنا، غادي نعرف هذيك القيف اللي هضرات عليها البنيته، ولا ديك عدم الاحترام، هذيك الممنوع، ممنوع المرور، راه ما خاصنيش ندوز منها. هذيك بالنسبه لكم ان شاء الله غدا من غادي تولوا تسوقوا، ولكن انت دابا راه كاين اللي كاتب على السميتها، كاين ان شاء الله دابا راه قريب يسوق الموتور، وكاين وكاين وكاين. اذا خاصنا على الاقل دابا نتفاداو الحوايج اللي غنضروا بها راسنا هي الاولى.